بالنسبة لزكاة الفطر حينما نشتريها من الباعة نجد الكثير من المحتاجين يجلسون طالبين لها، فنقوم بتوزيعها عليهم، ولكن قد لا يأخذ بعضهم صاعا كاملا، فهل يشترط أن لا يقل إطعام المسكين الواحد عن الصاع أم يجوز ولو قل عن ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من البر ونحوه من الطعام، فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع لشخص واحد ولعدة أشخاص، المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له فلا مانع أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد. نعم.